حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن الشعبي عن محمد بن صفوان أنه صاد أرنبين فلم يجد حديدة يذبحهما بها فذبحهما بمروة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلهما. حدثنا يزيد قال أخبرنا داود يعني ابن أبي هند عن عامر عن محمد بن صفوان أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنبين معلقهما فذكر معناه.